يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لكن انا ان شاء الله هفضل اما حقيقي زي ما قلت لكم جميل ان المواد تكمل بعض، بس في الاخر احنا طبعا لازم تبقى مطمن ان في معلومات معينه واصله لمرحله معينه، لان انا لو ما قلتلكش المعلومه دي فانا هرجع اسالك فيها تاني بطريقه اندايركت اعتمادا على ان الهيستولوجي فاهم مالك، طب ما قصدي الهيستولوجي اصلا انا ليه اخسر الدرجات من عندي؟ المهم يعني فالنهارده احنا هنبدا مع بعض نطلع في الطريقين ونتفرج على الباث واي نفسه وتركيبه عامل ازاي؟ يعني الاشارات بتنتهي ازاي؟ هتعرف المدرج فين؟ فين؟ بدأوا موصل وصلوا فين بقى؟ صفحة ايه؟ 160 وصلوا الاكسترا ريم ده. طيب كويس. المهم انا بس عشان اعرف هما بيجوا بسرعه قوي ولا بيجوا على المعلوم. فالمهم ان احنا لما نيجي نتكلم انا وحضراتكم عن القصه بتاعه الباثواي، فانا النهارده عايز افهم معاكم معلومات بسيطه جدا ومهمه عن الطريق نفسه عامل ازاي. الطريق الاول اللي اسمه الدوز ريكورد، الطريق الثاني اللي اسمه الفنترو لاترال سباينال ثيرابي. وعشان تريح دماغك احفظ معايا ثلاث قواعد. اي باثواي في الدنيا نور ثلاثة نيورون. العصب الثاني هيعمل قصف. العصب الثالث من الثلمس الى الكورتكس. يا فاطمة ايه؟ بتقولي؟ يا فاطمة احنا في الباثواي يعني احنا هنطلع ازاي من اول ما عملنا ستيميوليشن للريسبتور لغايه ما نوصل للكورتكس؟ هنعدي في كام عصب؟ ثلاثه. اي باثواي مكون من كام عصب يا الله؟ ثلاثه. عصب يسلم عصب يسلم عصب. ولما نوصل يا مصطفى عند العصب الثاني، والعصب الثاني دوت هيعدي ناحيه ثانيه. يعني لو انت جاي من الناحيه الشمال هتطلع فين؟ اليمين. انا ما اعرفش احنا هنعدي فين. انا دقيق اهوت يا سهيله وبقول لك العصب الثاني بيعمل كلاسيك. العصب الثالث ان جي هيبقى دايما من الثلمس الى الكورتكس. منين لفين يا عمال؟ يعني ايه من الثلمس للكورتكس؟ الثلمس دوت هو مدير مكتب الكورتكس. الكورتكس ديت يا ريش بالبلدي كده اهم حاجه في جسم البني ادم، لان دي مناطق الوعي. فدي اللي بتعمل تقريبا كل يعني جزء كبير من الشغل انا اللي بعمله. فانا عامل زي رئيس الجامعه كده. هل تفتكر يا دكتور ان لو انا ربنا اكرمني في يوم من الايام وبقيت رئيس جامعه؟ حضرتك جايه تسلمي عليا، هتخش عليا كده عادي؟ انا اصلا مش هدخلك، بس اكيد ان انت لو حاولتي تخشي هتلاقي في بره مقعد مكتب كده في كذا موظف كل واحد فيهم بيقابل ناس قبل ما يخشوا المكتب ده بتاع الطلبه، والمكتب ده بتاع العملاء، والمكتب ده بتاع الموظفين، مجموعه من المكاتب اسمها مدير المكتب بتاعنا. اللي عايز يخش عندي لازم الاول يقف فين؟ في الثالث. يبقى العصب الثاني هيقف فين؟ في الثالث. ويبدا العصب الثالث منين؟ من الثالث يصل الى الكورتكس فوق. قول بقى معايا كده الثلاث قواعد بتوع اي باثواي. واحد اي باثواي ثلاثه نيورون. واحد واحد اسمع عادل اي باثواي ثلاثه نيورون. وانت كده شغال؟ شغال. طب تاني واحد واحد اثنين العصب الثاني هيعمل كاسر. العصب الثاني كاسر. لو القاعده الثانيه بتقول ايه؟ العصب الثاني هيعمل كاسر. لو القاعده بتقول ايه؟ العصب الثاني هيعمل كاسر. القاعده الثالثه ان العصب الثالث من الثلمس الى الكورتكس. العصب الثالث معلش قول لي كده والنبي تاني اي باثواي يعدي عليك في حياتك حتى في الاناتومي والهيستولوجي هم هيشرحوا تفاصيل اكتر مننا بكتير، بس انت ايه لم الدنيا. القاعده الاولى
هيبقى فوق الثلاثة تاني يوم. القاعدة التانية الثانية هيعمل خلاص. القاعدة التالتة انا قلت معاك والسومة بتاعة العصب هي جسم الخلية في الدي ار جي. عدت عليكم الدي ار جي في البيز بتاعت الأزمة زمان. فأنا بخش جوه الدي ار جي، كل سنسيشن تخش جوه الدي ار جي، بس احنا أحاسيس البصر كلهم يا منى. فبعد ما بنخش الدي ار جي ونرجع تاني نتجه إلى السباينال كود، كانوا معايا عند السباينال كود، فإحنا بنتقسم ناس بتمشي ميديال وناس بتمشي لاترال. فاللي هيخشوا ميديال دول بتوع الدوسر وهيطلعوا في تراكت ورا هنا، يطلعوا الى المضله، المضله برونجاتا نخاع المستطيل. واخد بالك يا مونا ان احنا ماشيين في تراكت ورا، فسموها العلماء ايه؟ التسميه بتاعت الطريق اصلا عشان اللي وصفوها في الاناتومي قالوا ان السنسيشنز ديت ماشيه في عمود كده في الحبل الشوكي من ورا، فتسمي دي الدوسر. وقلنا طالعين سلسبيل الى ان وصلنا الى المضله، وفي المضله ينتهي العصب الاول. يبقى كل ده كان مين؟ كل ده العصب الاول، صح يا مصطفى؟ وبعد ما العصب الاول بينتهي في المضله قال لك يبدا العصب الثاني. فقامت فاطمه افتكرت وقالت لي على فكره انت قلت ان طالما العصب الثاني بدا يبقى لازم يحصل كروسنج. والقاعده الثانيه ايه هي يا مولا؟ العصب الثاني بيعمل كروسنج. قام العصب الثاني طلع من هنا من المضله من نيوكلياي، واحده اسمها جراسيل والثانيه اسمها كونيت، وقام عدي ناحيه ثانيه. وبعد ما عديته ناحيه ثانيه المفاعيل ده العصب الثاني هيوصل فين العصب الثاني يا اميره؟ قامت اميره قالت دي هيوصل الى الثالاموس، اللي هو مين الثالاموس ده؟ مديري المكتب بتاعنا. فتيجي القاعده الثالثه ان هيطلع العصب الثالث دلوقتي مين؟ من الثالاموس الى ان يصل الى الكورتكس الخبز. انت لو انت جاي بفتكر معايا الثلاث قواعد. اي مصري؟ تلاتة نيورو. اي مفهوم؟ تلاتة نيورو. العصب التاني بيعمل كروسنج، العصب التالت من الثالث. هيجي بعد كده بتوع الاناتومي يقريش يقول لك ان الحزمه اللي طالعه بتاعه العصب التاني من المضله الى الثالاموس اسمها ميديال ليمينسكس، ماشي. وهيقول لك ان هنا بتجي لنا حزمه ثانيه بتاعه احاسيس الوش والهيدرندريك اسمها الترايجمنا ليمينسكس. مش فارق معايا انا كفسيولوجي بقى الكلام ده، انا اللي فارق معايا اني عرفت القضيه الاساسي ماشي ازاي. وقمت رايح مع سهى قلت لها انا عايز اشرح الفنتولاتر سباينال ثرامك. قالت لي اكيد العصب الاول هيبدا منين؟ والسومه بتاعته متعلقه فين؟ في الدروسر والجانجليون، وبعدين هتخش الحبل الشوكي. ركز قوي. وبعدين اول بقى ما بخش الحبل الشوكي ما بمشيش ميديال، انا بمشي لاترال. مشيت لاترال وقمت داخل جوه الدورسال هول، فانتهى العصب الاول. انتهى العصب الاول من بدري قوي، لان اول ما دخلت الحبل الشوكي انتهى العصب الاول. فبدا مين؟ العصب الثاني. اما العصب الثاني دوت معدي من قدام السنترال كانال، وقام رايح متقسم الى اعصاب لاترال واعصاب فنترال، وفي الاخر كلنا طلعنا مباشره الى الثالاموس. طالعين بالكم ان ده كان العصب الاول وده مين ده؟ العصب الثاني. طلع مباشره الى مين؟ الى الثالاموس. ومن الثالاموس وصلنا بعد كده الى الكورتكس وخلصت. بصراحه حضراتكم وقتين بالكم. فالطريقين شبه بعض في حاجات كتير. بس
استثناء مطوى جوهريا في منتهى الخطوره مكان الفصل الدرس الكورم يا نورا احاسيسه بتفضل طالع في سباينال كورد في نفس الناحيه لغايه ما يوصلوا لغايه فين وبعدين يعدوا يعني طول ما كانوا في الحبل الشوكي كانوا في ناحيتهم طب البنت ولادها الاسباني ثلاثه لا ده اول ما دخلوا هم معديين المعلومه البسيطه دي تخليك تفهم حقائق مرعبه ان الفاين تاتش بتاع رجلك الشمال والبين بتاع رجلك الشمال مش مع بعض في الحبل الشوكي الفاين تاتش لسه في الناحيه الشمال طب والبين لا بقى في الناحيه اليمين لا يعني لما يجي لنا في اخر السنسوري حاله نقطع فيها الحبل الشوكي بنصه العيان يفقد ايه تقول يفقد الفاين تاتش في الناحيه الشمال طب والبين بتاع الناحيه الشمال سليم سليم ليه يا سهيله لانه طالع الناحيه الثانيه اصلا لا ده الغريب انه هنفقد البين بقى بتاع رجله اليمين يعني دكتور هتقطع الحبل الشوكي عندي في الشمال افقد البين في الناحيه اليمين يقول لي اقول لك ليه كروسنج على ناحيتين بين الناحيه الشمال راح في اليمين يبقى بين اليمين راح في الشمال جه لك في الشمال يبقى القطع اللي في الشمال يطلب احاسيس الدورس الكولوم في الناحيه الشمال ويطلب كمان احاسيس الفنتولاتر اسبانيال ثيرامكس في الناحيه الثانيه اللي هي ناحيه حد فاهم الكلام اللي انا بقوله معايا دكتور انتوا بس واصلين للفكره الاساسيه فكر نفسك بقى تاني كده عشان يمكن دلوقتي انت حسيت ان الموضوع مش مجرد ان انا برجع لك الهيستولوجي واناتومي لا ده انا عايزك توصل معايا الحاجات عشان هنتسال عليها انت عندك كام باثوي؟ اثنين واحد اسمه دورس الكولوم والتاني اسمه فنتولاتر اسبانيال ثيرامك وانا عايز افتكر دايما ان احاسيس الفنتولاتر اسبانيال ثيرامك كانوا كام واحد؟ اربعة كانوا كام واحد؟ اربعة كانوا كام واحد؟ اللي هم بين تمبريتشر اسمع عدل بين تمبريتشر بين تمبريتشر جود تاتش وتيكلينج اند ايش بينما باقي الاحاسيس كلها تقع فين؟ الدورس الكولوم هو مين الطريق اسرع؟ الدورس الكولوم طب اي طريق من الاثنين ليه ثلاث قواعد بتحكمه؟ القاعده الاولى كم بتاعت النيورا نايم كده زيكم كده بس انا اشرب قهوه انتوا معكوش قهوه فهنفضل تقعدوا بقى عشان تكون صحصحه القاعده الاولى القاعده الثانيه القاعده الثانيه السكند نيورون بيعمل كوست القاعده الثالثه طبق معايا على الدورس الكولوم نبدا العصب الاول فين؟ بيتعلق فين؟ دورس الروت جانجليون وبعدين بعد كده هنخش لما تنطلق السنسيشنز احنا في الميديال زون ثم هنطلع في الطريق اللي ورا عشان كده اسمه دورس الكولوم الى ان نصل الى بالضبط الى بالضبط وبتوع الاناتومي هيقول لك ان احنا هنوصل اتنين نيوكلياي اسميهم ايه؟ راسيل اند كونييت اسميهم ايه؟ راسيل اند وهنا هينتهي العصب الاول ويبدا العصب الثاني فلازم نعمل وبعدين نكمل على فوق في حزمه اسمها ميديال ليمينسكس ميديال ليمينسكس الى ان ننتهي في مكان اسمه مجموعه نيوكلياي اسمها بنتو باسيلا نيوكلياي وثالاموس مش مهم دلوقتي ثم العصب الثالث بعد كده منين لفين؟ من الثالاموس الى اسمع بقى حضرتك البنتو لاتر سبينال ثالاموس تقريبا نفس الكلام مع عفلو وفرق جوهري ان العصب الاول هيبدا فين السيبتور السومه فين دورز 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 جانجلي ولما دخلنا السباينال كورد احنا هنمشي في انهي ديفيجن لا ونصل الى الدورز الهول فينتهي العصب الاول على طول ويبدا مين العصب الثاني يبدا مين فيعمل حاجه اسمها كروسنج قدام سنترال كانال وابدا اطلع في حزمتين حزمه لاترال وحزمه فنترال عشان كده يا سهيله الطريق اسمه ايه؟ فنترولاترال سباينو ثيرامك الطريق اسمه ايه؟ فنترولاترال سباينو ثيرامك متسمي على الاسم الانتومي بتاعه وصلت لحد فين؟ وصلت الى الثيرامس ومن الثيرامس اصل الى معايا؟ نعمل ايه؟ ليه؟
هيمشي معاه بس عشان ما بوصش الرسمة، لكن دول هيمشي مع دول طبعا. العصب الحسي دوت يا دكتورة سهيلة زي ما قلنا امبارح، لما بنقول كلمة عصب فاحنا مش قصدنا فايبر واحدة، قصدنا 1000 فايبر. فأنا جاي من الريديال نيرف، أنا جاي من الريديال نيرف، في 1000 فايبر منهم سنسيشنز تبع الدورسال كولوم وسنسيشنز تانية تبع الفنتولاتر. أول ما نخش هنعمل إيه؟ هنتفرع. بتوع الدورسال كولوم هيمشوا في الدورسال كولوم، طب بتوع الفنتولاتر هيخشوا ناتسر ويقوموا رايحين الدورسال وورد، تمام؟ ايه؟ بصي انا مش عارف تشغل بالك بالليجن او الانجل دلوقتي، اللي احنا هنشرحه تاني في اخر السنه، تمام؟ بس يعني من حيث المبدا انا عايز توصل لي ايه؟ ان احنا مش ماشيين مع بعض، في ناس كملت في ناحيتها وناس عدوا الناحيه الثانيه. الليجن بس عشان تبقي فاكره اما اجي اقوله ان اه كان في حاجه جدا. ايه؟ علاقه ايه؟ الانتيريو غول ده هنا؟ لا 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 بص، انت هنا مش طالع من الانتيل هول. لو عصب طلع من الانتيل هول اذا هو عصب حركي. انت هنا بتعدي من جوه الانتيل هول عشان تروح طريقك بس، فاهمني؟ يعني ده بس مجرد تحرك ان انت تعرف توصل للتاب اللي انت طالع فيه. ايوه طبعا، ما انت بالظبط ادي حزمه لابسر ودي حزمه بنت. معلش فكرني تاني كده، هو مين السنسيشنز اللي طالعه في البنت ولابسر سباينال ثرانك؟ بين بتشر ايوه تاني كده معلش، بين سبليتشر تو تاتش اند بوس كويس على البوت لاترال بين بتشر. هل فاهم حاجه؟ اه فهمتي. لاترال بين بتشر البين والتمبريتشر اللي بيطلعوا في الحزمه لاترال، لا بينما الكود تاتش والتيكن جانديتشنج بيطلعوا في الحزمه افنت. يبقى ان شئت الدقه لو انا جيت سالتك هو البين بيطلع في انهي باثواي؟ لاترال. المفروض ما تقوليش بنت ولا لاترال، المفروض تقول ايه؟ لاترال. لاترال سباين ثلاثه. بيطلع في انهي باثواي؟ فينتر سباين ثلاثه. بعضكم يا اولاد ما بيبقاش فاهم، يعني طول هو انت بتاع فيسيولوجي ولا حتى بتوع فيسيولوجي وبتوع الاتمي ركزوا على الكلام ده ليه؟ لان يا اولاد ده بدايه شغلك بجد. احيانا لو انت بقيت دكتور مخ واعصاب متميز، يعني مش واحد كده بلح مقضيها اي كلام، هيجي لك عيانين بعضهم عنده اصابات افقدته التمبريتشر سنسيشن بس. فانت تقعد تفكر هو في كذا احتمال. احد الاحتمالات ديت ان يكون دي مرض ضرب اللاترال سباين ثلاميك ضربي اللاترال سباين ثلاميك. ايه هو في امراض كده؟ اه في امراض كده. طب هو لما ضرب اللاترال سباين ثلاميك ايه اللي حصل؟ قال لك التمبريتشر والبين مش هيطلع. طب ايه السنسيشنز؟ كويس. طب التمبريتشر والبين بتوع الناحيه الثانيه؟ كويسين. ان هو ضرب اللاترال سباين ثلاميك في ناحيه واحده، فالعيان فقد بين وتمبريتشر في الناحيه لاحظت. انا اسف خدهم في الناحيه الثانيه، يعني لو انا ضربت عندي لاتس زمان كلامك يمين تبقى الشمال في الشمال، بس البين والتمبريتشر اليمين زي الفل. انتوا فاهمين؟ انا مش عايز اخش بيك قوي في العمق، احنا مش عايزين العمق ده، انا بس بفهمك ليه مهم انك تبقى عارف الكلام، ليه احنا بنفصصه، ليه انا مهتم ان انا افصصه حتى لو مش جاي لك كامتحان في السيولوجي معايا انجي. طب يا دكتور انا بس عايز اوصل معاك لمعلومه لاحظتها، احنا كلنا بنوصل الى الثرمس، وانت قلت لي الثرمس ده هو مدير مكتب الكورتكس، بس هو بجد الثرمس ده عباره عن ايه؟ فبتوع النيورو اناتومي تقول لي كامل ان الثرمس دوت هو جزء من المخ، وهذا الجزء قادر انه يبدا يفهم ان هناك سنسيشن. سمعت الكلمه؟ يبدأ يفهم أن هناك سنسيشن، يعني في تاتش بس
التاتش دوت جاي منين بالظبط؟ ما اعرفش. التاتش دوت شدته ايه بالظبط؟ لا ما اعرفش. طب التاتش دوت تكستشر ولا تاكتايل لوكاليزيشن؟ لسه اقوله معاك شويه. لا ما اعرفش. في وجع. لو وصلنا في الثالث هناك وجع. ايه بالظبط الوجع ده؟ لا ما اعرفش. وجع جامد ولا بسيط؟ لا ما اعرفش. طب طبيعه الوجع ده حاجه بتقطع فينا ولا مغص؟ لا ما اعرفش. من مين اللي هيعرف؟ الكورتكس. حادث. حادث؟ هو صعب عليا قوي حادث. المهم يا حادث. مش هتندهلك تاني، انت عارف انت بتعمل ايه ما تخافش. فانا بوصل معاك كل المعلومه دي ليه؟ هتخيل مع حضرتك ان جالي عيان دخل في مرض لسبب ما بقاش في عنده كورتكس. العيان ده طبعا السنسيشن عنده هيتقصر. ولكن هل هيفقد السنسيشنز تماما؟ لا. هو ما زال عنده حاجه اسمها كرود اويرنس اوف سنسيشن. يعني ايه ريش كرود اويرنس اوف سنسيشن؟ يعني بيعرف ان في سنسيشن. يعني حضرتك في تاتش حاسس ان في حاجه على ايدك؟ اه حاسس. فين؟ لا ما اعرفش والله. في تاتش. نوعه ما اعرفش. شدته ما اعرفش. لان الوظائف ديت هي وظائف مين؟ الكورتكس. هي وظائف ايه؟ انا بقول لك كده ليه يا فاطمه؟ عشان انا طالع لها بقى. طالع لمين فوق؟ الكورتكس. ولو فاطمه بطلت تبص لي هذه بصه المشغولين اللي هي طول الوقت بصالي، فهتعرف ان انا وصلت لاخر حلقه في الطريق. حد فاكر الطريق؟ الطريق كان بادئ ايه؟ انك تقول لنفسك سنسيشن يعني؟ سنسيشن يعني؟ اويرنس ستيمولس. وكان البدايه انه لابد من وجود فياخد الستيمولس ويعمل لها ديتكشن ترانسدكشن جنريشن فيصنع الاكشن بوتنشال اللي هيمشي في عصب اكسنت ثم يطلع فيه باثواي ويصل في النهايه الى الكورتكس. حد عارف ان انا خلصت دول ودول ودول ووصلت هنا اهو؟ فاهم حاجه يا فاطمه؟ تعرف احنا وصلنا فين؟ وصلنا اخر فيلم. لا بس السنسو لسه ما خلصش. بس يعني من نحس الشرح المبدئي كده احنا بنخطط. دكتور طب هو الكورتكس دي اللي بتعمل كودينج يعني؟ برافو. برافو يا قلبي. انا بشكرك يا قلبي. صح. هي يعني كلهم كانوا فاهمين بس انت اللي قلتي صح يا بالظبط. هي فعلا قريت وصلت للجمله اللي انا كنت لسه عايز اقولها لك. ان الكورتكس دي هتعمل ايه؟ كلمه الكودينج اللي عدت علينا. يعني ايه كودينج يا احمد؟ ابيلتي وبرسيف ليست وريكوجنايز موداليتي لوكاليتي. هي بقى ده مين اللي بيعمله بقى؟ الكورتكس. شكرا. فنورة قالت لي لا معلش يا دكتور انا عايزاك تفهمني حدوته الكورتكس دي كويس. انا تاني يا فاطمه بفكر الناس ان اللي هيوقع حاجات في الفسيولوجي بالذات يعني هيزعل. والله هيزعل. يعني كل ما نمشي قدام هيلاقي نفسه بيزعل قوي. ويجي في الاخر في حصه الليجنز يعني سيبكي بكاء مريضا، وانا ساعتها مش عارف اعمل له حاجه والله مهما يكون. ان الليجنز اللي احنا بنعتبرها اصعب حاجه في السنسوري ويمكن تيجي ويمكن ما تجيش يا مصطفى. بس لو انت عايز تعرفها بما انها عليك في المنهج فالليجنز دي مرتبطه باللي انا عمال اشرحه دلوقتي. ان في سنسيشن مشي في ناحيته وسنسيشن تاني عدى ناحيه تانيه. ان في ناس عدوا قدام تراكت او كنال اسمها سنترال كنال والناس ما لهمش دعوه بالسنترال كنال. وان في حاجه اسمها دورسال نود جانجليون. وان في فايبرز رفيعه وفايبرز تخينه. في فايبرز الاي ديتا والسي رفيعين والاي بيتا والاي الفا فك صح؟ مع الوقت اللي احنا بنقولها ديت مش هتتلم بعد كده. فالمهم ان انا وصلت معاكي الى اني طلعت الحمد لله الى الكورتكس. فقمت راسم الكورتكس بتاع البني ادم. ادي يا اولاد بني ادم اهو. وادي السنسر سيركس بتاعه اهو. انتوا طلعتوا الكورتكس في مين قريتهم ولا لسه؟ خدتوا الكورتكس؟ لا.
جامعة جامعة المهم في الاخر بديها سنتر ساكس. فحضرتك لما هيعلموك بتوع النيو اناتومي انت اول ما تمسك البرين اول حاجه تجيب البتاع ده في النص هنا، وده علامه فارقه بين الفرونتال لوب والبارايتال لوب زي ما قالوا لكم. يهمني اكتر ان ورا هذا السنتر ساكس يوجد جايروس. جايروس يعني مرتفعات سرقاي منخفضات، مش فارق معايا انا الكلام ده. ودوت اسمه البوست سنترال ساركس. اسمه ايه؟ بوست سنترال ساركس. ورا البوست سنترال ساركس ده في منطقه، وبعدين كمان منطقه فيه. فلو حضرتك يا مصطفى شايف الثلاث مناطق اللي انا عملتهم دول، هم دول الثلاث مناطق الحسيه. اذا مبدئيا يا فاطمه السنسوري كورتكس الحسيه مش منطقه واحده، دول طبعا كام منطقه؟ ثلاثه. بتوع الهيستولوجي يا ياسمين هيقعدوا يقولوا لك ايه الكورتكس دي ثلاث طبقات فوق بعض، وكل طبقه بيبقى متقسمه الى كولوم، وكل كولوم مسؤول عن سنسيشن معين بطبيعه معينه. بيني وبينكم احنا كفيسيولوجي مش هيفرق معانا الكلام ده. لما اللي هيفرق معايا فعلا يا بشار هو الثلاث مناطق دول. تاني اللي ورا السنسر سانكرز ده على طول اسمها سنسوريا دي واحد. اللي ورا وتحت دي اسمها سنسوريا دي اتنين. اللي فوق دي اسمها الاسوشيشن اريا. اسمها ايه؟ اسوشيشن اريا. اسوشيشن منطقة التبنية. وعشان حضراتكم تبقوا معايا في الصورة برضه، فكان في زمان واحد من العلماء فاضي اسمه بلودمان. اسمه ايه؟ بلودمان. عموكو بلودمان ده يا ولاد كان قاعد في يوم من الايام فاضي، فقام جاي مخ ومنطقه زي اللي معايا، وبعدين يقعد يعمل ايه يعمل ايه مره قام ماسك المنطقه وباع مخ وقعد يعمل بعض، وبعدين قعد يكتب اي ارقام تيجي في باله، فقام كاتب واحد اثنين ثلاثه طب اربعه طب خمسه طب بص طب خليني سبعه بقول لك على حاجه طب خلي دي 40 طب دي 8 بلودمان لو حضرتك لو سمعني هيتقلب. المهم فعمنا بلودمان ده قسم البرين مربعات، فتصادف ان سنسوري اريا واحد ديت عند عمكم بلودمان هي اريا واحد واثنين وثلاثه، والسنسوري اريا الثانيه عند عمكم بلودمان هي اريا 40، والاسوشيشن اريا عند عمكم بلودمان هي اريا 75. طيب انا ما فرقش معايا خالص هو بلودمان عمل الكلام ده على اي اساس، بس اللي هيفرق معاك انت او مش انت قوي يعني اللي هو الصح، اللي هيفرق مع مصطفى لو ربنا كرمه بقى بالله مخه واعصاب عظيم، انه لما يجي داخل يعمل عمليه استئصال تجمع دموي في المخ، فهيلاقي اللي حضر العمليه كاتب التجمع الدموي دوت فوق اريا 2. هو مش قصده سنسو اريا 2، هو قصده انه مربع مربع خلطوم. طب انت مش بتاع مخ واعصاب، بعد شويه لو خدت بالك هتلاقي سنسو اريا 1 ديت فيها جسمك كله، المربع الثالث ده اللي هيبقى فيه رجلك. لو انا قلت لك ان جالي عيان عنده جلطه مأثره على بلودمان ثلاثه، العيان ده مشاكله فين؟ هل فاهم حاجه؟ تقسيم بلودمان ديت لسهيله الغرض منها تفصيص المناطق اكتر، وده بيحتاجوه بتوع المخ والاعصاب اكتر الجراحين بالذات. الجراح لو دخلت قلت له في عندنا عمليه على سنسوري اريا واحد كمجمل، يبقى هو العملية فين؟ في كل ده. في ورم في سنسوري اريا واحد. يقول لك مش شغال. ليه مش شغال يا منى؟ ده ورم كبير جدا. ورم كبير دوت ضرب جوه الحتة دي. العيان ده غالبا هيموت كده كده، مش داخل اشتغل. فبدأنا نحتاج أن نكون أكثر دقة. فبقينا بنقول له إيه؟ هو في سنسوري اريا واحد مربع اتنين. فلما يخش دلوقتي يا أروى ما بيفتحش كل ده. يوم جاي ادي مربع اتنين اهو، افتح كده جمجمه في الحته دي، اه الولد اهو شبك شيل طلع بقى خلاص.
فاهمين؟ بيجي بيت انا مش فاهم معايا الكلام ده. بس انا بقول لك عشان الناس لما تيجي تقرا بطنك او بعضه تقعد ان يقرا لك احسن مننا طبعا. بس يا اخي لكن انا اللي فارق معايا قوي يا سهى ان الجسم ممثل في سنسوري اريا واحد. وكمان هيبقى ممثل بعد لحظات في سنسوري اريا اتنين. الجسم ممثل ازاي بقى يا سلسبيل؟ ثلاث كلمات. كلوست انفيرتد الاريا تتناسب مع النمبر اوف ذا سيركل. اكتب لك الكلام ده اوكي. انا هرسم مصطفى لازم كل ما لازم بناتي ولادي ما كده. فادي مصطفى والحرزة مصطفى فاكريني الرسمة دي بعت لهم بروجكشن. فانا عايز حضرتك تاخد بالك من التلات جمل تاني. انت مش معدول انت مقلوب. راسك هي اللي تحت ودنك اللي فوق. ولو ده مخك اليمين ده نص جسمك الشمال. والمنطقة الممثلة في المخ ليست مرتبطة بحجمها الحقيقي وإنما مرتبطة بعدد الريسبتورز فيها. يعني يا فاطمة؟ يعني لو أنت شايفة الرسمة كويس ده ترنك ودي الصوابع. الصوابع أدي ترنك. هو الحقيقة في الجسم إن الصوابع أدي ترنك؟ لا. طب ليه منطقة الصوابع في المخ كبيرة ومنطقة الترنك صغيرة؟ عشان عدد الريسبتورز في الصوابع كبير قوي وعدد الريسبتورز في الترنك قليل. طب انا عايز اسالك سؤال يا نورة بما انك في ملكوت الله. بما ان عدد الريسبتورز في صوابعي اكتر من عدد الريسبتورز في الترنك مين هيكون افضل تمييزا للاحساس؟ الصوابع ولا الترنك؟ الصوابع. هنتكلم عن الموضوع ده بعد شويه. كل ما عدد الريسبتورز هيبقى اكتر كل ما تمييزك للسنسيشنز هيبقى اكتر. احكي لكم. من 4 سنين تقريبا جالي ولد بيدرس طب الاسنان في المانيا. ده بس عشان الناس اللي بتقول لك فيسيولوجي وقصر العين بتخلف والجماعه دول بيدرسوا مناهج قديمه. فالولد جاب لي كتاب الفيسيولوجي بتاعهم عشان اشرح معاه حاجات. الكلام ده اولا فيسيولوجي في اسنان هو فيسيولوجي بشري كلهم بيدرسوا نفس المنهج ده اصلا. طبعا قبل ما ياسمين تعترض تقول وانت بتعرف المانيا دكتور؟ لا ما بعرفش الماني. بس بيبقى في جمل في النص اللي هي تحس ايه؟ ايوه يعني اريا واحد جنبها واحد. ايوه ده بيصحى سنسو اريا ايه؟ ايوه عرفتها انا. وبعدين ثلاث كلمات الماني عجيبين كده فتحس ان دي ايه متشقلبه. المهم يعني ايه؟ ربنا وفقنا وشرحنا. احنا شرحنا بالانجليزي والواد بيذاكر الالماني ومشي الدنيا بخير ان شاء الله. انا بس عايز احكي لكم الولد دوت حكى لي حدوته انه صدق في احد الامتحانات. كان نازل بيقول ان احنا معقدين. دخل الدكتور فالدكتور بتاع الشفوي ساله قال له حط لي صباعك على المكان اللي انا لو لمستك برجلك الشمال يسمع في الدنيا. يعني انا هلمسك انا في رجلك الشمال الاشارات هتنتهي فين في مخك؟ اول حاجه انا هلمسك في رجلك الشمال تسقط يا سهيل يا صاحبي. حط صباعك كده ودوني فكر. اه كل واحد بينزل على قدام انا هلمسك في رجلك الشمال قول لي الاشارات هتوصل على فين في مخك؟ حط صباعك ما تقوليش كلام. حط صباعك انا هلمسك في رجلك الشمال. حط صباعك. اخلص. فكر وحط صباعك. اولا انت حطت صباعك على مخك ناحيه الشمال وده غلط. لان اول حاجه كل السنسيشنز عدت اصلا. كلهم خلاص. صح؟ يبقى اي سنسيشن في الشمال جديد. ليه يا دكتور ما قلتي الفاين تاتش بنفس الناحية؟ في نفس الناحية لحد المظلة. ثم لما وصل المظلة عمل ايه؟ كروسنج. يعني ليش؟
مفيش. قاعدة رقم 2 بتقول سكند نيورون هيعمل كروسنج. الفرق مكان الكروسنج. يعني الفنتولنتر سباينال ثلاميك اول ما بيوصلوا الحبل الشوكي بيعدوا. طب الدورس الكولوم بيفضلوا في ناحيتهم وعند المدلة بيعدوا برضه. كده كده هنعدي. بس هنعدي فين؟ فاهم؟ قال لي واحد. الولد سقط ليه؟ لان حط صباعه هنا. هو كده نسي كلمة. نسي الكلمة التانية. كلمة انفيرتد. ايه كلمة انفيرتد دي حدث؟ ان الجسم مقلوب. يعني لو انا حاطط صباعي عليها دي في منطقة الدماغ. اللي حسيت بعد سنة هتوصل فين حضرتك؟ فوق. توصل هنا. انتوا فاهمين؟ الراجل دوت كان عايز يتأكد انك عارف. ان لو العيال بتاعك جاله جلطة في رجله وحضرتك معكش جهاز أشعة مقطعية فانت تخش تفتح في الحتة دي انت عارف مش لازم تنتهي فين. سنسور اريا 2 بتاع مصطفى مختلفة شوية. جسم مصطفى فيها ممثل كده. بص يا مصطفى انت عامل كده يعني. مش نهار ده مش نجم البحر ده مصطفى بدر. فمصطفى ملاحظ حاجه هنا في ايد ورجل بس انما هنا ايديه ورجليه. في سنسو اريا واحد كل نص في ناحيه انما في سنسو اريا اتنين جسمك كله هنا وجسمك كله هنا. فاهم حاجه فوق ايه بقى؟ فاهم حاجه؟ في سنسو اريا واحد نص الجسم اليمين ممثل في الشمال والنص الشمالي ممثل في اليمين. طيب هنروح بقى سنسو اريا اتنين الجسم كله في الشمال وتاني الجسم كله في اليمين. بس انت خدت بالك ان الراس قدام وايديه في النص ورجليه ورا مش مقلوب ولا معدول. دي اسمها انتروبوستيريور. اسمها ايه؟ انتروبوستيريور. وواضح ان التفاصيل هنا مش زي هنا. هنا جسم الجعين منفصل انما هنا يعني. طب وفي الاسوشيشن اريا الجسم مش مرسوم اصلا. دي منطقه يا ايوا اللي هي الاسوشيشن اريا اسمها منطقه التجميع اللي بتستقبل من كل الاماكن الحسيه. ايه كل الاماكن الحسيه؟ واحد واثنين ومنطقه الفيجن ومنطقه الهيرنج ومنطقه السميل ومنطقه التيست كلهم بيبعتوا للاسوشيشن اريا. فهو الشرق قديم ماشي. يعني الكلمتين اللي انت قلتهم دول بيقولهم بتوع الالات. انت بقى بتاع فيسيولوجي انت جاي تقول لي ايه؟ قلت له انا جاي اقول لك الوظائف. فقال لي طيب ايه وظيفه سنسوري اريا واحد؟ فقلت له وظيفه سنسوري اريا واحد قال لي جابتها لي سنسوري كودينج ديسكريمينيتيف. ديسكريمينيتيف هي هياها يا اميره كلمه كودينج بس احنا مش هنكتب كودينج هنكتب ديسكريمينيتيف زي كتاب. يعني ايه يا ريش؟ يعني هي دي المنطقه اللي بتعرفك المكان والشده والنوع. صح يا منى؟ مش كودينج يعني اعرف النوع والمكان والشده؟ مين اللي بيعمل دوت؟ سنسو اريا واحد. ثم تبدا سنسو اريا واحد تبعت لسنسو اريا اثنين خلاص شلنا احنا من عليك وظيفه سنسو اريا اثنين. مش كاتبين لك ليها وظيفه. مهم. ثم نبعت كلنا للاسوشيشن اريا اللي هتعرفك معنى اللي انت حسيته. فقامت فاطمه قلت لها احكي لي. انا غمضت عيني وقررت انزل في الشارع وانا غمضت. فانا غمضت مشيت كده في حاجه كده كبيره شويه. ما حسيتش. فانا بسالني الدكتور مش عارف. بس لما بعت فوق الكورتكس قالت لي على فكره ده مش مجرد تاتش ده جسم معدني ضخم. الثرموس حس ان في تاتش. ايه يعني؟ اللي قال التفاصيل مين؟ كورتكس سنسور اريا واحد. جسم معدني ضخم وحرارته عاليه. كده فصصت السنسيشن. انا عرفت ايه ده؟
فتحت عيني بقى، فاتبعت الصورة للفيجوال كورتكس، فبعت في الاسوشيشن اريا تاني قالت لها على فكرة اللي قدامك ده عربية، الصورة دي اسمها عربية. وقامت ودني سمعت صوت بيب فالاسوشيشن فالفيجوال فالاوديتوري اريا بعت الاسوشيشن قالت لها اللي بيقول بيب ده ده بيب دي بتاعت العربية. فالاسوشيشن اريا جمعت كل المعلومات وقالت على فكرة اللي قدامك ده ايه؟ هو ده فهمك لمعنى السنسيشن. عشان كده ليه وسائل التواصل الاجتماعي بتعمل بلاوي سودا وخناقات على الفاضي؟ لان انا كاتب لك اهلا. هي اهلا ولا اهلا ولا اهلا؟ انت فهمك لمعنى السنسيشن مش بس مرتبط بعنصر واحد، ده مرتبط بعناصر كتير. اللي بيجمعها لك في الاخر هي مين؟ الاسوشيشن. عشان كده هي ديت المنطقه that gives meaning for the sensation اسمها ايه يا حارف؟ gives meaning. ده تقدر تقول عليه بدايات المسلسل. تمام؟ ليه؟ صح، بس دي البدايات. يعني احنا هنا لو انت فاكر بقى اسمك ايه؟ ايمن. ايه ده تمنيه ايمن البحرين طبعا بيسموا ايمن. بص يا عم ايمن، احنا لو فاكر وانا بشرح لك في بدايات السنسيشن خالص قلت لك ان هم مرحلتين فوق بعض. فيلينج اوف ذا ستيمولس سنسيشن، فهم معنى الستيمولس ذا بيرسبشن. انت هنا عند الحته دي بدات تفهم المعنى لكن لسه ممكن يكون معاني وراه. بمعنى اهلا يعني هو انت فهمت ان انا الاهلا دي اهلا ترحيبيه، بس من ذكرياتك مع الراجل ده، الراجل ده لئيم ولما بيقول لحد اهلا يبقى سنه سودا. انت كده كملت عناصر تانيه غير مرتبطه بالسنسيشن اصلا. ده بقى اللي اسمه ايه؟ ريسبشن. يعني بيني وبينك بقى الشدي مش حتتي اصلا. الريسبشن هو مش بس فهم السنسيشن، هو فهم السنسيشن وما وراءه اللي هو ممكن يكون مرتبط بذكرياته. شغل تاني بقى شغل. تمام؟ حد فاهم حاجه من النقطه؟ معايا والله؟ ايه اللي مش فاهمين؟ متأكدة؟ خلاص اشتغل كده. لا خلاص. تعالوا بقى اما نشوف الواجب الجزء الثاني. حد فاكر ان احنا كنا هنقرا الميكانيكال سنسيشن؟ قريتوها يا ولاد؟ لا مش لقيناها. يا اخويا انت عامل ازاي؟ فاهم؟ هتصوري ايه اصلا؟ خايزوا الكلام يوحى لها عايزكم يا جماعه يعني تفضلوا الرسمه دي دكتور جلال يسلم عليك ويقول لك ادي السنسو اللي انت عامل عليها موضوع يعني. نعم. بص السنسو اريا اتنين بتبدا تصيغ جمل مبادئ الفهم. طبعا السنسو اريا واحد بتقول لك ان ده جسم معدني وانه ضخم وانه حرارته عاليه وان هي كاتبه جسم معدني ضخم حرارته عاليه. تستخدم المنفردات انها تركب الجمله. هي لسه هي عدت مرحله انها تفاصيل وما وصلتش لمرحله المين. فاهم حاجه؟ يعني دي كان زمان في الكتاب القديم بيقول لك ايه؟ بيجنز تو جيف مين. يعني ايه بيجنز تو جيف مين؟ يعني تبدا تديك الفكره المبدئيه عن السلسله اللي انت تكمليها بعد كده بباقي الاشارات. وصلت لي؟ هي احنا عشان عارفين ان هي ما بتوصلش بسهوله عشان نعرفها. قال لك خالص. فلو حضراتكم معايا في الصوره فاحنا هنبدا دلوقتي بقى بعد ما خلصنا الطريق نبدا بقى ندرس كل سنسيشن على حده. وهنا هنبدا نقول حاجات كتير عايزينها. يعني مثلا انا هسال حضراتكم حد يا ولاد فاكر السوماتيك سنسيشنز متقسمه ازاي؟
ها؟ والله الكون في سنسيشنز اسمها ميكانيكال، وكان في حاجه اسمها تمبريتشر، وكان عندنا حاجه اسمها فين. الميكانيكال دول كنت مقسمهم، مقسمهم ازاي سلسبيل تايم بوزيشن. طيب التاكتايل دوت مقسمه الى تاتش بريشن فايبريشن تيكلينج اند ايتش، ثم التاتش سوز وفاين، ثم الفاين ينقسم الى تاكتايل لوكاليزيشن وتكتايل سكرينيشن وحاجة اسمها تكستشول سنسيشن. قبل ما اخش على الثلاثة اللي كلكم بصين عليهم تحت دول، بل عايز يا مصطفى ولك ان في معلومات كتير في حق العنوان. ايه؟ انا امسى ادور على العنوان. انا ما عارش ولا حصل كده في الطباعة والله، لما تيجي تسلمهم الورق كده، بس اول مرة اجيب لهم الملزمة يطبعوها هم. خطأ. دكتور هو في حاجة خطأ. نعم يا عزيزي. في حاجة خطأ. خلط بالهدوات ولا فالأول أنا بقى عندي معلومات كتير عارف. يعني أنا مثلاً ماذا أقول لك أنت؟ هو الكلود تاتش لين. هتقول لي هو إحساس عام بأنه لا يتاتش. إذا سبته إيه؟ ليه نظر عندي. طيب الأفرنت إيه؟ إيه دلتا أو سي؟ لا إيه دلتا. تمام؟ الباقي يمين فينتولاتر سباينال ثالاميك، لا فينتر سباينال ثالاميك. امين. لكن انا هعيد تاني الجزئيات اللي انا لسه قلتهاش. فهبدا الاول بالبوزيشن ده علشان خاطر ده في كلام كتير قوي مهم. اول معلومه البوزيشن نوعين، نوع اسمه ستاتيك والنوع التاني اسمه ضيق. فقامت مولا قالت لي يا دكتور بقى انت قلت لنا ما كنتش لنا استاتيك ان انت عارف اماكن اعضاء. يعني انا دلوقتي وانا واقف قدامك يا ميلا عارف ان دي في اليمين ساكنه في اليمين استاتيك تحت. لا لا على فكره بقت فوق بقت في الشمال استاتيك. بدات تعمل الدوائر وتتحرك دايناميك بتتحرك بسرعه عكست الدوائر وهكذا. اذا دايما البوزيشن حاجتين ستاتيك واقف دايناميك. الغريب بقى ان ده ليه ريسبتور وده ليه ريسبتور. الريسبتورز بتاعت الستاتيك بوزيشن سنس سلولي ادابت زي حاجه اسمها الماسل سبندل. حاجه اسمها ايه؟ ماسل سبندل. ما تنساش ستاتيك slow spin معايا. بقى الستاتيك بوزيشن الريسبتورز بتاعته بتعمل ادابتيشن بطيء جدا زي حاجه اسمها ماسل سبين. انما الدايناميك رابدلي ادابتنج وعدت علينا قبل كده وكان اسمها باسينيان كولباسل. ما هو الناس الشاطره اللي بتاخد بالها حتى لو مش فاهمه بيحاولوا يعدوني، بس هما بياخدوا بالهم ان باسينيان الديب مش بس بتاع الدش دي كمان بتاعت بس انا بوزيشن الدايناميك بوزيشن. باسينيان بتشتغل انت مع الدايناميك مع الحركه. طب ولو انا قاعد ساكن يبقى مين اللي شغال؟ بس كده طب ودول بيعملوا ادابتيشن بسرعه ولا بطء يا محمد؟ لا بطء. الستاتيك بوزيشن الادابتيشن بتاعه بطيء جدا. ليه الادابتيشن بتاعه بطيء جدا؟ تفتكر يا نورا هل المفترض ان انا لو فضلت قاعد في الكرسي بتاعي مثلا ساعه بعد شويه ما بقاش عارف ايه فين؟ ما عايز حتى لو قعدت ساعه وانا قاعد في مكاني ما اتحركتش برضه افضل عارف ايه فين؟ طب وده يحصل ازاي؟ يبقى لازم الريسبتور بتاع الاستاتيك بوزيشن
يكون slowly adapting، لانه slowly adapting يعني تقريبا ما بيعملش adaptation طول الوقت عمال يبعت. فاكر كان اسمهم ايه؟ طالك. طالك طول الوقت شغال. البوزيشن لما بيبعت بيبعت في طريقين، واحد منهم انت عارف وهو البوزل كول، يعني بعت مع اخواته. خلي بالك انه ايه الفا. وفي طريق تاني ما قلناهوش، مش هنقوله، اسمه سباينو سيريبيلال سوي ترانسفير. الطريق البوزل كول ده اخو فين؟ الكورتكس. الطريق سباينو سيريبيلال دوت من ايه اسمه اخو فين؟ اخو سيريبيلال. الطريق اللي وصل الكورتكس ده بيعرفك اماكن عضلاتك كونشس. الطريق بتاع السباينو سيريبيلال ده ما بيعرفك، ده انكونشس. امال بيعمل ايه؟ بيمكنك من انك تحرك عضلاتك بسرعه من غير ما تركز انت. اسمع تاني، البوزيشن ليه طريقين، كل سنسيشن ليه طريق. بعد مين؟ بوزيشن. بنطلع شويه مع الدوسر كولوم عادي، وشويه في طريق تاني اسمه سباينو سيرفر. طيب بتوع الدوسر كولوم دول رايحين فين؟ رايحين زي خاطر، رايحين الكورتكس. ليه؟ عشان تبقى عارف عضلاتك فين؟ ماشي. طب شويه تانيين اللي مشوا في السباينو سيربيلال، لا دول رايحين السيربيلال. هيعرفوك ايه؟ لا دول مش هيعرفوك حاجه، دول انكونشس اصلا، انت مش هتعرف. لا امال بعتهم ليه؟ عشان السيربيلال ده في الموتور هو اللي بيمكنك من تنفيذ حركاتك بسرعه. هو اللي بيمكنك من ايه؟ تنفيذ حركاتك بسرعه. اعمل دايره في الهواء اهو. انت عارف انا عشان اعمل الدايره في الاول ديت عملت ايه؟ اقولك، انا شغلت الميدل دلتويد شويه، انتيريور دلتويد شويه، بيكتورالس شويه، لاتيسموس شويه. هو انا قعدت اشوف ايوه كده الميدل دلتويد تمام، يلا هوبا الانتيريور، يلا هوبا بيكتورالس. لا 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 خلاص، انا عملتها لك انت، مش انا اللي عملتها، ده السنابيلا من اللي عملها. سيربيلم عملها ازاي؟ هو وصلته معلومات ان الميدل دلتويد خلصت فشغل الانتيريور دلتويد. ده كونشس ولا انكونشس؟ ده انكونشس. وطلع في طريق تاني اصلا. ملوش دعوه بالحواديت. فاهم يا الله؟ معايا يا سلسبيل؟ نورا. مع خير. حلو. مبسوط انا بتاع دي اول ما عملت. المهم يعني. تعالى بقى للتكتر. طيب دول ايه ده؟ انا حاسس ان انت جاي في الشغل ده. في جاي عشان تقول لي دكتور تايم هناك سيكشن. سيكشن ايه النهارده؟ هو انت ما بتخش انت اللي عندنا؟ انا حاجة ايه يا عم انت بتاع ده؟ من غير ديسكاس. من غير ديسكاس. ديسكاس وديسكاسين كمان. ديسكاس ولا عم تبيع؟ في يا مصطفى؟ بحس ان الوقت الساعة 12. أنا توبك يا الباثويز. خلصنا يا خلصنا خلصنا.